كيف يجرؤ النظام الإيراني على الحديث عن الدبلوماسية في حين بأنهم أرسلوا دبلوماسيا يحمل قنبلة محاولا أن يقتل الأبرياء في أوروبا؟ فكيف يجرؤون على الحديث عن إعادة فتح العلاقات الدبلوماسية؟ ولكن بعيدا عن ذلك، الاتفاقية النووية كانت اتفاقية مليئة بالعيوب منذ بدايتها، وعندما وقعت في العام 2015 قالوا بأنه لا يسمح بالتفتيش على أي منشأة عسكرية داخل إيران من قبل مفتشي الوكالة النووية للطاقة النووية. فبالتأكيد جميع المنشآت النووية قد أسست في المنشآت العسكرية. طبعا القوات الحرس الثوري يسيطر على أكثر من 70% من القواعد العسكرية، وهم المسؤولين عن البرامج السرية لبناء الأسلحة النووية، وقد استمر ذلك لسنوات طويلة ولم يتوقف أبدا مع توقيع الاتفاقية النووية. النظام الإيراني لم يكن لديه أي نية بالتوقف عن جهود بناء السلاح النووي، وهذه الجهود ما زالت مستمرة إلى الآن في أثناء حديثنا. وبالتالي فإن الاتفاقية النووية قد كانت اتفاقية سيئة منذ بدايتها، ومن الغباء حقيقة أن يستمر الاتحاد الأوروبي بمحاولة إرضاء النظام الإيراني من خلال إعادة فتح المفاوضات حول اتفاقية خطرة للغاية ومليئة بالعيوب. هناك نقطة أخرى يجب أن نتذكرها، نتنياهو والإسرائيليون لن يسمحوا أبدا للنظام الإيراني بصناعة السلاح النووي، وبالتالي فيمكننا أن نصل إلى نقطة مخيفة جدا إلا إذا قامت إدارة بايدن والاتحاد الأوروبي بالتصرف بشكل صحيح، وبدأوا بالحديث بقوة وتوقفوا عن محاولة إرضائهم. طيب، لكن بالنسبة الآن للقضية الإيرانية، كما تعلمون هنالك الكثير من الحديث عن هذا الموضوع، لكن البعض يعتقد أن إيران الآن لو لم تكن قوية لما فرضت شروطها على الدول الأخرى، وبالتالي لو كانت دولة ضعيفة ومهزوزة ومحاصرة لانقضوا عليها. يعني ألا يدلل التعامل الأوروبي والأمريكي بأن هذا النظام قوي ويمتلك إمكانية ولا بد من التعامل معه بالدبلوماسية، لأن القوة لم تأتي بنتيجة، وقوة ترامب والضغط العالي أدى إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة أعلى وأصبح التهديد أعلى هذه المرة، كيف ترد على ذلك؟ النظام الإيراني ليس نظاما قويا، نقطتهم الأضعف، هم الآن في نقطتهم الأضعف منذ أن أتى النظام الدكتاتوري في العام 1979، لأن الاقتصاد حقيقة قد دمر من 4 عقود من الفساد الكبير والمستشري، وبسبب دعمهم لهذه الحروب بالوكالة في كل الشرق الأوسط، وبسبب إنفاقهم لكل هذه الأموال محاولين أن يصنعوا سلاحا نوويا، لقد دمروا اقتصادهم، وقد كونوا أو تسببوا بفوضى عارمة محاولين التعامل مع الجائحة، ويدعون بأن نسبة الوفيات هي أقل من 100,000، في حين بأن لدينا معلومات دقيقة بأن الجائحة قد انتشرت في كل المدن، وأن نسبة الوفيات الحقيقية بسبب الكورونا فيروس هي اليوم أكثر من 225,000 إنسان. 95% من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر العالمي، الاقتصاد منهار تماما. ولكن في كل مرة يكون هناك مظاهرات في الشوارع، وقد رأينا ذلك الأسبوع الماضي في سارفان وهي مدينة على الحدود مع باكستان. مجدداً 40 متظاهراً قد تم إطلاق النار عليهم وقتلوا،
وأكثر من 100 شخص قد أصيب إصابات خطيرة. هكذا يتعامل هذا النظام مع متظاهرين سلميين غير مسلحين. مجددا قوات الحرس الثوري قد أطلقوا النار أكثر على أكثر من 250 شخصا كانوا يتظاهرون في كل البلاد. ولدينا تقرير حساس اليوم من سبعة مسؤولين من الأمم المتحدة كتبوا رسائل إلى روحاني يطلبون تحقيقا مستقلا حول قتل أكثر من 30,000 مسجون سياسي من العام 1988. وقد أصبح هذا الموضوع موضوعا كبيرا وسوف يتم التحقيق فيه بالكامل من قبل الأمم المتحدة. فمجددا هنا لدينا نظام يقتل المساجين السياسيين، يقتل معارضيه، يرسل دبلوماسيه بقنابل للتفجير في أوروبا، هو عراب الإرهاب وأيضا يدعم حروب بالوكالة في الشرق الأوسط. لا يمكننا التفاوض مع هذا النظام، ولكن النظام اليوم هو في وضعه الأضعف، ويجب أن نرى بأن الشعب الإيراني لديه اعتراضه ويرغب بالتخلص من هذا النظام، وأن يضع نظاما يؤمن بالحرية وبالسلام وإنهاء التهديد النووي وإنهاء الشنق والقتل الذي يتورط فيه هذا النظام. الشعب الإيراني يستحق شيئا أفضل، وأعتقد بأن الوقت قد حان أن يبدأ الغرب الاستماع إلى الشعب الإيراني وليس إلى النظام الإيراني. طيب، زيادة التواجد الأجنبي في الداخل العراقي على مستوى حلف الناتو، الدول الأوروبية، وكذلك الآن منظومة الأفنجر، واضح أن هنالك زيادة أيضا في عدد القوات الأمريكية بشكل أكبر، يعني أكثر من 4,000 عنصر من حلف الناتو سيكونون موجودين في الداخل العراقي. كيف سيخدم هذا الوضع العراقي ووضع الشرق الأوسط؟ وشهدنا هجمة قاعدة عين الأسد وبلد الجوية، وشهدنا ضربة القاعدة العسكرية بالقرب من مطار أربيل، كلها بصواريخ كاتيوشا وصواريخ من نوعية جراد. يعني ألا تعتقد أن الوضع تفاقم وأصبح يعني أقل استقرارا مما كان عليه؟ بالطبع عندما يكون زريف وروحاني يشتكون ويقولون بأن وجود الجنود الأمريكيين في العراق وفي الدول الأخرى في الشرق الأوسط وفي سوريا كمراقبين عسكريين، يقولون بأن هذا الوجود هو الذي يسبب عدم الاستقرار، فأنت تعلم مباشرة بأنهم يكذبون كما اعتدنا منهم. لأن رئيس إن الوجود الإيراني حقيقة في كل هذه الأماكن هو الأثر الذي يسبب عدم الاستقرار وليس الوجود الأمريكي، لأن الأمريكان يحاولون هناك أن يحافظوا على السلام ويحاولون أن يمنعوا الصراع والنزاع من الانتشار. هناك أدلة متزايدة اليوم بأن هناك خلايا داعش بدأت تعود، ولهذا من الضروري جدا أن يكون للأمريكيين تواجد قوي، وذلك لمنع داعش من السيطرة كما سيطرت مسبقا على مساحات واسعة جدا من العراق وسوريا. إن الفضل يعود حقيقة إلى الوجود الأمريكي في ذلك الوقت لإيقاف داعش.